ده فعلا ما بيتفكش كده ميدو. يعني انا الوحيد اللي هتفتق في العربيه ولا ايه؟ ماشي يا محمد، ماشي، مردود لك يا محمد، مردود لك. اوبا، شكلنا داخلين على لجنه كده يا عم الحاج. ضعنا، العربيه لا فيها رخص ولا انا معايا رخصه، نعمل ايه؟ ما تقلقش، كل حاجه هتلاقيها عندك في الشماسه. الشماسه؟ والله ده انتوا عاملين رخصه القرمط اهو، والتوكيل ده باسمي؟ ده قشطه كده، العربيه لو ما انفجرتش تبقى بتاعه قرمط رسمي، اتفقنا؟ وانت حامل؟ ها؟ حامل من مين؟ معرفش، انا لسه هعرف. حامل من مين يا وليه؟ اسكتوا بقى، اعملي نفسك حامل وعلى وش ولاده، حطي تحت هدومك، اي حركه كده ولا كده هفجر العربيه بالكمين. رخصك موجوده، رخص لسه عاملينها جداد، هم الرخص لسه هم عاملينها لي جداد. يعني لو شاكك انها مزوره انا ممكن اروح معاك المديريه. عشان جايين منين كده؟ حضرتك يا فندم، حضرتك احنا جايين من الساحل، خالتي بس جالها الطلق وحالفه ما هتولد غير عند امها. والله يرحمها. ايه؟ ربنا يبارك لها وينتحها بالسلام. معلش احنا اسفين جدا على الازعاج، ممكن بس تفتح لنا الطريق؟ عشان زي ما انت شايف هي حالتها تعبانه جدا. تعبانه؟ تعبانه؟ هتنفجر مننا، خد بالك من الكلام. ماشي يا شيخ، اتفضل اتفضل. هتنفجر مننا، ما خدتش بالك لسه؟ يا سيدي خلاص افتح الطريق، اتفضل. هي باين اتصلها ان شاء الله نشرة 9 كده باذن الله. خش يلا، اول ما تشوف نشرة هتعرف انها انفجرت مننا. انا عايز افهم الناس دي ذنبها ايه علشان تموت يا ميدو؟ العيال الصغيره اللي شابكه في ايد امهاتهم دولت ورايحين المدرسه ذنبهم ايه؟ اعقل يا ميدو، اعقل يا ميدو واسمع كلامي. وقت الكلام خلص خلاص، عايز تحمي الناس اللي صعبانين عليك دول قوي كده؟ يبقى تدخل بالعربيه لابعد حته في المديريه عشان الانفجار يسيب بتوع الداخليه وبس. انا هنزل دلوقتي من العربيه هراقبك من بعيد، لو حسيت باي غدر هفجر العربيه. ما تخافيش يا نرجس، عبد البر موجود اهو، لا بيطيقني ولا بطيقه. ان شاء الله ده اول ما يجي عليا دلوقتي هقول له العربيه متلغمه وهو مش هيسيب العربيه وهيفططها حته حته. يا عبد البر افتح يا ابني. اهلا اهلا يا قرموطي. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل اتفضل اتفضل، انا جاي ازور خالتك يا عم الحاج، مش هتفتش العربيه زي كل مره؟ لا مش مفتشه، انت زعلان من المره اللي فاتت، كان في اوامر علينا، وبعدين عيب افتشك والمدام معاك. طب عليا الطلاق لا انت مفتش العربيه. الطلاق على طلاقك، ما انا مفتش العربيه. الطلاق فوق طلاقك 30 طلاق، لا انت مفتش العربيه. 200,000 طلاق، ما انا مفتش العربيه. طلاق على طلاق، كنتوا الاثنين لا تفتش العربيه. ميدو هيفجرها. اعمل ايه يا وليه؟ اعمل ايه؟ ده راجل غبي ومش عايز يصدقني. بقول لك فك الحزام واجري، انت هات الريموت كنترول من ميدو، يلا اجري. لا ما ينفعش، ميدو بيقول لو فكيت الحزام بعدها ب 10 دقائق العربيه هتنفجر. مفيش فايده. ايه اللي هناك ده؟ اجري اجري يا وليا، اجري هات الريموت كنترول من الولا بسرعه. وانت يا عبد البر ابوس ايديك، العربيه هتنفجر، ابعت هات عند من المفرقعات. انت بتقول كده عشان افتشك؟ طب على الطلب بالثلاثه ما انا افتش. مفيش فايده، اوعى اوعى يا عبد البر، ابعت لاي حد يفضي لي السكه. في مواطن بيحاول يبعدنا عن نطاق السكه وغيره، رسائل احداثيات القوه. يا فندم الله أكبر 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 الله أكبر. ما تقلقش يا قرموطي،
احنا مالين مكان حواليك. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استرها معانا يا رب. اسمعوا عباد التامين لحد ما تعالج على المنطقه السكنيه. جايلك يا حبيبي.